دشنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا رسميا اليوم تطبيق مجتمع واعي، والهدف لتعزيز متابعة حالات الحجر المنزلي وإمكانية رصد الحالات المخالطة وتنبيه وحماية المواطنين والمقيمين في حال اقترابهم أو مخالطتهم للحالات القائمة أو المشتبه بإصابتها، موجهة الدعوة لأفراد المجتمع بضرورة المبادرة بتحميل التطبيق على أجهزة الاتصال الذكية حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وذلك من خلال زيارة متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية. للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. بعد التحية سعادة الرئيس التنفيذي، طبعا اليوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا دشنت رسميا تطبيق مجتمع واعي، ما هو الهدف من تدشين هذا التطبيق اليوم؟ مسيكم بالخير والمشاهدين. طبعا توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوظيف كافة الإمكانيات والتقنيات لحماية المواطنين والمقيمين كان الأساسي التفكير في استخدام كافة التقنيات، مثل ما نعرف في يعني مختلف المجالات، العمل عن بعد والاجتماعات إلى آخره. نعم. فقامت هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية بالتفكير في كيفية يعني المساهمة في تقليل الإصابة بفيروس كورونا. الفكرة طبعا من التطبيق أنه درسنا عدة تجارب دولية في عدة دول مثل هونغ كونغ والصين وسنغافورة اللي كان عندهم حقيقة تجارب في استخدام التقنيات. بعض الدول استخدمت التقنيات في وضع تطبيق بحيث انه هو فقط للحجر المنزلي، البعض الاخر استخدم اسوره. نعم. حاولنا في مملكه البحرين، يعني مثل ما نعرف احنا يعني عندنا التقدم، عندنا التقنيات والاستخدام كافه التقنيات، ب يعني جمع كل هذه التجارب وان يكون عندنا تجربتنا الخاصه في مملكه البحرين. لذلك تم اطلاق التطبيق بحيث انه يكون في تنبيه المخالطين لاحدى الحالات القائمه، متابعة الحالات الخاضعة للحجر المنزلي. مثل ما نعرف الحجر المنزلي يعني يصعب متابعته بالذات أن أعدادهم وايد أكبر من المصابين. وأيضا الحالات المخالطة إتاحت تفاصيل أثر المخالطين للحالات القائمة. فالفكرة باختصار أن الناس اللي مشتبه في إصابتهم وعليهم حجر منزلي يكون عندهم التطبيق، يتابع التطبيق التزامهم بهذا الحجر وعدم خروجهم من مكان الحجر، يعطي تنبيهات عند الخروج. وايضا لو في كثير من الاحيان اللي يعني عنده الحجر المنزلي يمكن ما يلتزم، يختلط باناس و مثل ما نعرف ياخذ وقت الى ان تطلع يعني العدوى او الاثار. نعم. على الناس المخالطين ربما تاخذ اسبوع الى اسبوعين، فيصعب بعد ذلك الرجوع لهذه الحالات خلال فتره اسبوعين. ففكره التطبيق انه هو يرصد حركه الناس اللي منزلين التطبيق، وإذا كان خالط شخص مصاب أو شخص يعني مشتبه في إصابته يبلغ مباشرة أن في هناك خطورة ربما تختلط بشخص أو ثلاث أو أربع، ويأخذ الإجراءات أنه هو يعزل نفسه عن محيط أسرته حتى ما يساهم في نشر هذه العدوى إلى أسرته ولا أحبابه وأقربائه والمجتمع. نعم سيد محمد، طبعا لمزيد من التوضيح لمشاهدينا الكرام على ماذا يحتوي تطبيق هذا، يعني يحتوي هذا التطبيق مجتمع واعي، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها؟ طبعا التطبيق موجود على متجر اي او اس ابل ستور وكذلك الاندرويد. التطبيق عند تنزيله طبعا عند يطلب رقم الشخصي أو رقم جواز السفر بالنسبة. نعم. لل يعني الزوار، ورقم الاتصال، ويتأكد بإرسال طبعا رسالة نصية للتليفون يحتاج أنه يدخلها حتى يتأكد أنه فعلا هذا التليفون اللي يستخدم وما تم إدخال رقم خطأ. بعد ذلك يطلب يعني معرفة أماكن تواجد اللي هو الجي بي اس، المواقع اللي يأخذها من التليفون. فإذا أعطى السماح للدخول على هذه المواقع بالتالي يرصد تحركاته سواء في السيارة أو المشي أو مكان ما هو موجود، وإذا خالط أي شخص مشتبه في إصابته يعطي تنبيه. طبعا التطبيق راح يكون منصة وطنية. نعم. شاملة في التنبيهات، في مستجدات الفيروس محليا وعالميا، إرشادات للتوعية الوقاية، ما هو الفيروس، كيف ممكن التعامل معه،
وآخر الأخبار والقرارات الحكومية. يعني المفترض في المستقبل بعد احنا نزوده بكل القرارات أول بأول، فيكون هو منصة وطنية بالإمكان أن الكل يستفيد منها. نعم سيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.